السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الفرقة الأولى القصر العيني دفعة 196، أهلا وسهلا بكم. هنبدأ مع بعض إن شاء الله النهاردة أول حصة عندنا في منهج البيوكيمستري، وأول شابتر هناخده يا أولاد هو شابتر الكربوهيدرات كيمستري. طيب في البداية يا أولاد عايزين نتفق مع بعض كام اتفاق. إحنا اتفقنا إن هدفنا إن إحنا نشرح المنهج، وإن حضرتك تطلع من كل حصة سواء كنت في السنتر شايفها أو شايفها في الفيديو الأونلاين حضرتك حافظها وفاهمها. إحنا عندنا الموضوع ينقسم لشقين، الشق الأولاني شق الفهم، وده إن شاء الله بأمر الله تعالى أنا هطلعك فاهم كل حرف مش كل كلمة إن شاء الله. طيب وشق التاني شق الحفظ، وده بإذن الله أنا هحفظك وهعلمك إزاي تجيب درجات. عشان هنا يا دكتور أنت مطالب مني وأنا بشرح لك كل عنوان أقول لك بتذاكره إزاي أصلاً، والعنوان ده أهميته إيه؟ هل العنوان ده بيجي أسئلة كتابة شورت نوت، ولا بيجي إنيوميريت، ولا بيجي إكسبلين، ولا بيجي إم سي كيو بس أعرفه، ولا العنوان ده قراءة حرة أوقات الفراغ؟ يبقى أنا لازم أوضح لك كل حاجة بتذاكرها إزاي. النقطة التانية، المنهج كبير فوظيفتي إن أنا أربط لك المنهج ببعضه، وده اللي إن شاء الله هتلاقي نفسك آخر الترم حاسس بيه لما تكون في أي شابتر وعارف تجيب معلومة من الشابتر التاني. واضح كده؟ طيب مطلوب من سعادتك ان انت بعد ما تخلص الحصه هتقراها ورايا وتذاكرها بسرعه، تلاقي نفسك مش هتاخد منك وقت، ولما اقول لك في امتحان هتذاكر وتمتحن. بعد كل شابتر عندنا امتحان، عندنا امتحانات في نص بعد كل شابترين، بعد كل ثلاث شباتر امتحان كبير، وعندي امتحان على نص المنهج وامتحان على المنهج كله ان شاء الله رب العالمين. اتفقنا كده؟ طيب وهنبدا مع بعض اول شابتر عندنا شابتر الكربوهيدرات. ولكن قبل ما نبدا الكربوهيدرات احنا عايزين نجيبها مع بعض من تحت، من تحت قوي يا اولاد. هبدا من ابتدائي، من اعدادي حضرتك لما كنت بتاخد الكيمياء، وهناخد فقره مع بعض بعنوان تذكر ان. تذكر ان هنا انا خرجت بره البايوكيمستري خالص وهرجع لزمان ايام ما كنت بتاخد كيمياء مع مس عوطف. انا عايز اتكلم دلوقتي حضرتك بتاخد تذكر ان عناوين افتكرها. دكتور انتوا كنتوا بتاخدوا كيمياء اسمها كيمياء عضويه، او كنا بنقول عليها اورجانيك. وكلمه اورجانيك يا دكتور انا هترجم كل حرف وترجم معايا ما تتكسفش، كانت معناها عضوي. انتوا الكيمياء العضويه كنتوا بتدرسوا فيها المركبات العضويه، وكنت بتقول على المركب مركب عضوي لو كان يا دكتور يحتوي على كربون ويحتوي على هيدروجين. يبقى احنا كده كنا بندرس حاجه اسمها الكيمياء العضويه او الاورجانيك كيمستري. وفي الاورجانيك كيمستري اللي احنا مش هندرسها في طب دي حضرتك انت عارف ان المركب عضوي عشان فيه كربون وهيدروجين. طيب انا عايز من الكيمياء العضويه الارقام. مش انت كنت بتاخد ارقام هناك لما كنت بترقم الكربونات؟ انا النهارده هقول لك الارقام اللي انا محتاجها عندي في البيوكيمستري، يعني الارقام دي بس هي اللي انت محتاجها طول سنين الطب. حضرتك انسى بقى ارقام العضويه، انا عايز الارقام بتاعتي انا اللي انا هحتاجها واحده واحده. قال لك اول رقم يا دكتور رقم واحد. كلمه واحد يا دكتور يعني سنجل. حضرتك كسنجل بائس واحد دلع نفسك وقول لنفسك انا مونو. كلمه مونو يعني احادي، فرقم واحد في البايوكيمستري اسمه ايه؟ مونو. انت مش سنجل، انت مونو. ولا انت مونو، مونو يعني سنجل او احادي. لو اتنين مع بعض يا دكتور، اتنين يقال عليها داي، أبول عليها باي. يقولك انا رايح الجيم عشان ادرب عضلة البايسبس. هو كلمة يعني بايسبس؟ عضلة ذات الرأسين، عضلة الباي عشان ليها اتنين ايه؟ راس. اصل كلمة باي او داي معناها يا دكتور اتنين. طيب رقم تلاتة يا دكتورنا العزيز، وده بيساوي تراي. يقول لك رايح الجيم ادرب عضله التراي. يعني ايه تراي يا حبيبي؟ العضله ذات الثلاث رؤوس ترايسبس، فكلمه تراي معناها ثلاثه. طيب رقم اربعه يا دكتورنا العزيز اسمه تترا. يبقى تاني رقم واحد معناه مونو، رقم اتنين معناه باي او داي، رقم ثلاثه يعني تراي، اربعه يعني تترا. قال لي سعادتك رقم خمسه بيساوي بنتا، ورقم ستة بيساوي هيكسا. فاكر يا حبيبي لما كنت بتاخد الدي ان ايه ويقول لك سكر الريبوز هو سكر بنتوز؟ بنتوز
خماسي الكربو. اصل كلمة بنتة معناها ايه يا دكتور؟ معناها خمسة. وكلمة اوز اللي انا لسه قايلها دي، اوز معناها سكر. عارف سكر جلوكوز، سكر جالاكتوز، فركتوز، لاكتوز، مالتوز. فاوز في اخر اي كلمة معناها سكر. فلما كنت اقولك سكر بنتوز، بنت يعني فيه خمس كربونات، واوز يعني ايه؟ يعني سكر. طيب كلمة هيكسا يعني ستة. فاكر لما كنت بتاخد في العضوية الهيكسانات، يقولك البنزين من الهيكسانات التي تحتوي على ستة ذرات كربون، اصل هيكسا يعني ستة. اخر رقم هنحتاجه عندنا في البيوكيمستري هو رقم سبعة، وسبعة يا دكتور يعني هبتة. ممكن تقولي الارقام تاني؟ واحد يعني مونو، اتنين يعني داي، تلاتة يعني تروي، اربعة يعني تترا، خمسة يعني بنتا، ستة يعني هيكسا، وسبعة يا دكتورنا العزيز يعني هبتة. طيب ساعات بيكون عندنا ارقام انا مش عارفها، يعني انا مش عارف الذرات اللي معايا دي كام ذرة، بس هم عددهم وليكن يا دكتور من تلاتة لعشرة. من تلاتة لعشرة ده معناها فيو، عدد قليل، او يعني بيقول عليه القليل من. قالك القليل من في البيوكيمستري تساوي كلمة أوليجو. فكلمة أوليجو معناها من تلاتة لعشرة، يعني القليل من. عندي مركبات كتيرة عددها كبير جدا يا دكتور، اكتر من عشرة. اكتر من عشرة دي معناها ميني، وكلمة ميني تساوي الكثير من، او يا دكتور اسمها بولي. يبقى دي الارقام بتاعتي، بعد اذنك قولها تاني معايا. الرقم واحد كلمة واحد يعني مونو، اتنين يا دكتور يعني باي او داي، تلاتة يعني تراي، قالك اربعة يعني تترا، خمسة يعني بنتا، ستة يعني هيكسا، سبعة يعني هبتا. لو ارقام من تلاتة لعشرة بقول عليها اوليجو، لو ارقام يا دكتورنا الغالي اكتر من عشرة يقال عليها بولي. قال في كم كلمة كده عايز اقولهم قبل ما ندخل في المنهج. قلنا يا ولاد ان كلمة اوز في اخر اي كلمة تعني سكر، وكلمة سكر عندي اسمها ساكرايد. اسمها ايه؟ ساكرايد. لما اقولك مونو ساكرايد يعني سكر واحد، داي ساكرايد سكر ثنائي، اوليجو ساكرايد من 3 ل 10 سكرات، بولي ساكرايد اكتر من 10 سكر. اصل كلمة سكر معناها ايه يا دكتور؟ اوز. طيب اخر حاجة كنا خدنا في العضوية يا دكتور، في حاجة اسمها المجموعات الكيميائية المميزة. زي ايه؟ كان بيقول لي سعادتك في حاجة اسمها الـ OH. الـ OH دي كان اسمها هيدروكسايل جروب. هيدروكسايل جروب. كان بيقول لك ان الهيدروكسايل دي المجموعة المميزة للكحولات. حصل؟ كنتوا بتاخدوا حاجة اسمها OH، واي كلمة تحتوي على OH فهي ايه؟ كحول. وخدتوا حاجة اسمها الكربوكسيل، وكان بيقول لك ان الكربوكسيل دي هي المجموعة المميزة للأحماض. يبقى انا يا دكتور عندي حاجة اسمها OH او هيدروكسايل دي مميزة للكحولات، عندي حاجة اسمها كربوكسايل دي مميزة للأحماض. النهاردة انا بقول لك ان الكربوهيدرات بتتميز بمجموعة اسمها الدهايد CHO او اسمها الدهايد، او حاجة اسمها كيتون C-O اسمها كيتون. يبقى عشان اي سكر اقول عليه ساكرايد او سكر لازم يكون في مجموعة مميزة اسمها كيتون او الدهايد. دكتور قبل ما تدخل في منهجك عدلي، كلمة اورجانيك يعني عضوي، عضوي يعني يحتوي على كربون وهيدروجين. الارقام واحد يعني سنجل او مونو، اتنين يعني باي او داي، تلاتة يعني تراي، اربعة يعني تترا، خمسة يعني بنتا، ستة يعني هيكسا، سبعة يعني هبتا. قال لي سعادتك من تلاتة لعشرة بقول عليها فيو او اوليجو، اكتر من عشرة اسمها ميني او بولي. قال لي سعادتك كلمة اوز في اخر اي كلمة تعني سكر، وسكر هي ساكرايت. الاو اتش يا دكتور اسمها هيدروكسايد دي مميزة للكحولات، الكربوكسيل مميزة للاحماض. النهاردة يا دكتور عشان اقول على اي كلمة كربوهيدريت او ساكرايت لازم يكون فيها مجموعة اسمها الدهايد، او مجموعة يا استاذنا الغالي اسمها ايه؟ اسمها كيتون. وكده يا دكتور دي مقدمة حضرتك هتكتبها ورايا، محدش هيسألك فيها، ولكن دي لازم تكون فاهمها عشان نبدأ منهجنا مع بعض. ونبدأ أول شابتر عندنا اللي هو شابتر الكربوهيدرات. نبدأ مع بعض يا أولاد أول شابتر عندنا اللي هو شابتر الكربوهيدرات. طبعا شابتر الكربوهيدرات ده إن شاء الله هندرسه مع بعض في حوالي 4 ل 5 حصص. تمام؟
نمشي بالراحة عشان ناخد كلمة كلمة حرف حرف ونترجم مع بعض عشان ده أول شابتر هنبدأه بإذن الله. طيب هو احنا ليه أصلا هندرس الكربوهيدرات؟ الصراحة أنا فكرت لقيت إن الكربوهيدرات ده شابتر هو حاطينه لك في المنهج عشان خاطر يتقفل يفتح نفسك تكون مبسوط كده تكون بتحبه. عارف انت كل ما تكون فاضي الزهق ده مقوم اذاكر كربوهيدرات، كل ما تزهق من اي حاجة تقوم تذاكر كربوهيدرات. شابتر لذيذ خفيف من الشباتر القريبة جدا لقلبي، تكون مبسوط قوي وانا بشرحها وعايز حضرتك تكون مبسوط قوي وانت بتسمع، تمام؟ عشان تطلع منه سعيد وفاهم وكل حاجة. طيب اي فصل في الدنيا يا دكتور احنا هناخد ديفينيشن يعني تعريف، سورس يعني مصدر، امبورتنس يعني اهمية، وخريطة الشابتر اسمها كلاسيفيكيشن او تصنيف. يبقى اي درس انت هتاخده هتاخد التعريف بتاعه. يعني يا دكتور اصلا كربوهيدرات؟ ايه هي مصادر الكربوهيدرات في الاكل؟ ايه هي اهمية الكربوهيدرات ليه يا دكتورنا العزيز انا باكلها؟ ايه هي تصنيف الكربوهيدرات؟ ايه انواع الكربوهيدرات اللي ربنا خلقها؟ طيب واحدة واحدة، كل حاجة هتيجي سؤال انا هقولك ينفع تيجي ولا لا. بداية سؤال الديفينيشن ده ممكن يجي سؤال بدرجة ولا حاجة، فحضرتك هتعرفه وتعالى مع بعض نعرف الكربوهيدرات. انا مش هقول تعريف الكربوهيدرات، انا هخلي سعادتك تستنتجه. وتعالوا نبص يا اولاد على كلمة كربوهيدرات. عمرك فكرت تقسمها نصين؟ كربوهيدرات الكلمة بتتكون من شق اسمه كربو، وكلمة كربو يا دكتور تعني كربون. فاكر الكربون لما كنت تاخدها في ابتدائي وكنت بتاخد ذرة الكربون رباعية التكافؤ؟ فكلمة كربو تعني كربون. كلمة كربو يا أستاذنا الغالي الفاضل معناها كربون. وهيدرس، هيدرس يا دكتور معناها ماء اللي هو H2O. يبقى كلمة كربوهيدريت، بص الجمال، الكلمة شقين، كربو يعني كربون وهيدريت يعني مية. طبعا اللي فيكم كان دحيح قوي في ابتدائي واعدادي كان يحب يحفل على زمايله يقول له يا ابني انت عارف ان المية دي اسمها H2O. فانا النهاردة يا دكتور كلمة كربوهيدريت معناها كربون ومية، هجيب الكربون واحط عليها H، حطيت عليها مية. يبقى تاني عشان اكون كربوهيدرات يا دكتور انا بجيب الكربون اهو واحط عليها H OH. انا هجيب الكربون اهو واحط عليها H OH. فاجي اقول لك يعني انت عشان تكون الكربوهيدرات محتاج كربون وعليها ميه H OH؟ هتقول لي يا دكتور، تقول لي ده اسمها هيدرو كربون، يعني كربون ومعاه هيدريت او كربوهيدرات. ممكن تعرف لي الكربوهيدرات؟ انت يا دكتور هترفع ايدك وتقول لي بص يا دكتور دي مركبات فيها كربون وهيدروجين. فاول كلمه في التعريف هقول لك it is organic. organic يعني ايه؟ عضوي. compound مركب عضوي. ليه يا دكتور قلت عليه مركب عضوي؟ عشان فيه كربون وهيدروجين. الله، ما هو فيه كربون وهيدروجين كتير فاقول عليه organic compound. يبقى هو organic compound بيتكون من ايه؟ قال لي يا دكتور في OH كتيرة، فتقول لي فورمة اوف بولي هيدروكسي. يعني بولي يعني العديد من، يعني هيدروكسي هيدروكسيل. يبقى هو أورجانيك كومباوند مركب عضوي، فورمة اوف بولي هيدروكسي العديد من الهيدروكسيل. يبقى أورجانيك كومباوند فورمة اوف بولي هيدروكسي. عشان يستحق لقب كربوهيدرات لازم تحط عليه الدهايد او كيتو. فانت يا دكتور عشان يكمل التعريف حط لي هنا الدهايد او حط لي هنا ايه؟ كيتون. عرفني بقى تاني. يبقى هو اورجانيك كومباوند فورمد اوف بولي هيدروكسي الدهايد اور كيتو. يبقى هو اورجانيك كومباوند بيتكون من بولي هيدروكسي الدهايد اور كيتون ديريفاتيف. يعني كلمة ديريفاتيف يعني مشتقات. يبقى المشتقات اللي بتتكون من بولي هيدروكسي الدهايد او كيتون او مشتقة منها. يبقى ادي التعريف، ادي اول سؤال انت حفظته، غمض عينك كده وسمعه. هات بابا، خد يا بابا سمعني، خد يا ماما سمعني، خد يا اخويا سمعني. وقف عمو في السوبر ماركت قول له انت عارف يعني ايه كربوهيدرات؟ يقول لك يعني ايه حبيبي؟ قول لي ده كربوهيدرات يعني كربون وميه. حد يعرف يعمل لي الصيغه العامه؟ هتقول لي يا دكتور، يا دكتور انت قصاد كل كربونه؟
قصاد كل كربونه، لو احنا افترضنا كده قصاد كل نمبر اوف كربون حضرتك واخد 2 هيدروجين واحدة اكسجين، قصاد كل كربونه واخد 2 هيدروجين واحدة اكسجين، يبقى CN H2N ON. N يعني نمبر، قصاد كل عدد كربون 2 نمبر من الهيدروجين و 1 نمبر من الاكسجين. عدد الكربونات بيساوي الاكسجينات ضعفهم هو مين؟ الهيدروجين. يبقى عرف لي It's organic compound formed of polyhydroxyaldehyde or ketone. يبقى organic compound formed of polyhydroxyaldehyde or ketone. خلصنا كده؟ خلصنا. طيب تاني سؤال يا دكتور، سؤال السورس، وده سؤال ما تذكروش، انا مش هاجي اسالك في الامتحان اقول لك قول لي يا حبيبي what is the source of carbohydrate، ده مش سؤال. هو انت قلت لك الكربوهيدرات موجوده في ايه؟ قلت لي موجوده في البطاطا، موجوده في البريد، في العيش، موجوده في البين، في الفول، في السوفت درينك، في المشروبات، موجوده في الـ في الـ في الكوكيز، في البسكوت، موجوده في السباكيتي. ده مش سؤال، انا مش هسالك ايه هي مصدر الكربوهيدرات، ولكن هسالك ديفينيشن اوف كربوهيدرات عشان تقول لي اتس اورجانيك كومباوند فورمد اوف بولي هيدروكسي الدهايد اور كيتون ديريفاتيف. طيب السؤال الثاني، ايه هي الامبورتنس اوف كربوهيدرات؟ وده اول سؤال مهم، هاجي اقول لك ايه هي اهميه الكربوهيدرات. دايما يا دكتور لما يبقى في سؤال بيتكتب بالارقام، يعني سؤال فيه 1 2 3 4 احفظ لي هما كام، يعني وانت بتذاكر فانكشن اوف كربوهيدرات اعرف ان هما 4 فانكشن. ليه؟ عشان لما يجي لك في الامتحان تحاول تفتكر 4 اهميات. انت النهارده لو مذاكر وخلاص وجالك فانكشن اوف كذا، انت هتكتب مثلا 2 3 وتحس انك خلصت، انما لو انت فاكر انهم 4 هتحاول تفتكر الرابع. واضح؟ يبقى فانكشن اوف كربوهيدرات انا النهارده بعلمك ازاي تذاكر وانت بتذاكر سؤال وعارف انه نظري والسؤال ده مترقم، اعرف الارقام هو 4 يبقى تعرف ان الفانكشن ايه؟ 4. يبقى الفانكشن بتاعه الكربوهيدرات هم كام يا دكتور؟ 4. حتى يلا لو جالك في الامتحان مثلا اذكر الفانكشن وانت مش فاكر غير 3، 1 2 3 ومش فاكر، وبزود يعني وبكرر كده واحده رابعه، يعني يمكن تصدف معاك وتطلع صح، ما انت فاكر ان هم ايه؟ 4. واضح؟ طيب اهميه الكربوهيدرات، ممكن تقول لي الاربعه؟ اول اهميه، ودي لو انت سالت اخوك الصغير وهو ماشي في الشارع احنا ليه بناكل كربوهيدرات، انت ليه لما تكون صايم بتفطر على كربوهيدرات؟ تقول لي لان السكر بتديني طاقه، صح كده؟ فاول اهميه يا دكتور اتس ا سورس اوف دايتري انرجي. طبعا يا دكتور وانت بتذاكر نظري هتلاقي العباره مكتوبه ات از ا سورس اوف دايتري انرجي فور موست اورجانيزم. انت يا ابني مش في حصه انجليش، مبدئيا انت مش محتاج تكتب جمله طويله عريضه، مش هيفرق معايا سبيلنج، مش هيفرق معايا جرامر، طالما الجمله موديه لي المعنى اللي انا عاوزه. كل جمله يا دكتور فيها كلمه مضيئه، فيها الكلمه اللي هي اساس الاجابه، الكلمه اللي الجمله كلها اتكتبت عشانها. وظيفتي انورها لك حضرتك تعرف الكلمه المضيئه اللي اتكتبت عشانها الجمله، واكتب انت يا ابني الجمله. يعني انا بقول لك اهميه الكربوهيدرات انها بتديني طاقه، ميتابوليك انرجي طاقه غذاء، او دايتري انرجي دايت يعني اكل فهي طاقه الاكل، او انرجي يعني سورس اوف انرجي، واحد سورس اوف انرجي. مش هيخسرني انك تكتب سورس اوف انرجي اجابتك صح، زيك زي اللي كاتب carbohydrate is the most important source of energy. عارف انت carbohydrate is the most important دي عبارة ملهاش لازمة، انا يهمني يبان الاجابة الكلمة المنيرة بتاعتي source of energy او dietary energy. يبقى انت النهاردة وانت بتذاكر اتعلم معايا كده، اول حاجة ذاكر بالارقام، رقم اتنين اعرف الكلمة المضيئة، اول اهمية للcarbohydrate source of energy. رقم اتنين يا دكتور قالك storage energy، storage form of energy. كلمة storage يعني خزين، يعني ايه؟ احنا يا دكتور مخزين عندنا في الانسان حاجة اسمها جلايكوجين في الليفر، وفي النباتات مخزين حاجة اسمها starch نشا، ان شاء الله هندرس الجلايكوجين والستارش، دول انواع من السكريات البولي العديدة. طيب انا النهاردة مخزن طاقة في صورة كربوهيدرات عندي في كبدي، يبقى الكربوهيدرات لو انا واكلها دلوقتي مصدر طاقه، طب لو انا صايم بحرق من المخزون، فهي مخزون ايه؟ طاقه. يبقى اول حاجه دايتري، رقم 2 ستورج، رقم 3 الكربوهيدرات دي بتدخل في حاجه اسمها السيل ميمبرين. ايه بقى قصه السيل ميمبرين يا سيدي الفاضل؟
عندكم ان شاء الله هتاخدوا مادة اسمها الهيستولوجي، هتاخدوا حاجة اسمها الخلية. كلمة ممبرين يعني غشاء، وسيل يعني الخلية. لما تاخده في الفيسيولوجي بقى، يبقى انت هتاخده في الهيستولوجي ان حاجة اسمها السيل ممبرين اللي هو غشاء الخلية. هيجي دكتور شريف في الفيسيولوجي يقول لك ان السيل ممبرين ده عليه حاجة اسمها ريسبتور. كلمة ريسبتور يعني مستقبل، المستقبل اللي على الخلية. الريسبتور ده تركيبه انا بقول لك انه كربوهيدرات. تاني يبقى بتاع الهيستولوجي يقول لك ان السيل ممبرين يعني غشاء الخلية، فبتاع الفيسيولوجي يقول لك ان السيل ممبرين عليه ريسبتور عشان يعمل كوميونيكيشن. انا كخلية عايز اتصل بالخلية اللي جنبي، هتواصل معها بالريسبتور. فالريسبتور هو مكان الكوميونيكيشن، الاتصال. الريسبتور ده بيتكون من كربوهيدرات، يبقى الكربوهيدرات بيدخل ان السيل في السيل ممبرين بيكون حاجه اسمها ريسبتور اللي بتعمل سيلولار كوميونيكيشن. كلمه كوميونيكيشن يا دكتور يعني ايه؟ اتصال. يبقى تاني الكربوهيدرات للطاقه هي مصدر وهي ستوريج. طب للخليه هي بتدخل في السيل ممبرين فتديني حاجه اسمها ريسبتور. اخر اهميه للكربوهيدرات، قال لي الكربوهيدرات بتكون حاجه اسمها فايبر، وكلمه فايبر يا دكتور يعني الياف. اكتب لي عليها كده سلطه. عارف انت الخضار والسلطه فيهم فايبر، الفايبر دي زي الياف السليلوز مثلا اللي في النباتات، هي كربوهيدرات. طب ايه اهميه الفايبر؟ ليه يا دكتورنا العزيز انت بتاكل سلطه؟ هنا هقول لك ان الفايبر ليها ثلاث اهميات، والطلبة هنا بينقسموا نوعين. في نوع من الطلبة عايز معلومة بدون ألم، يعني يقول لي يا دكتور قول لي الثلاث كلمات اللي هكتبهم في الامتحان وانا راضي. الطالب ده انا الصراحة بحترمه جدا، هو عارف الغرض، انا عايز الكلمتين اللي هكتبهم في الامتحان. فقول لي يا دكتور ايه أهمية الفايبر، هروح جاي ردت على الطالب ده بس واقول له يا دكتور الفايبر او الالياف دي اهميتها كالتالي. لما بتاكل سلطة بتقلل البلط جلوكوز، الجلوكوز اللي في الدم، فعشان كده مرضى السكر بننصحهم ياكلوا سلطه. وبتقلل البلط كوليسترول، كوليسترول اللي في الدم، عشان كده دكاتره الدايت والقلب بينصحوا بالسلطه. وبريفنت تمنع مرض اسمه كونستيبيشن، كلمه كونستيبيشن يعني امساك. يبقى السلطه ليها ثلاث اهميات، دكاتره الدايت والقلب بينصحوا بيها عشان بتقلل السكر في الدم، بتقلل الكوليسترول في الدم، وتمنع مرض اسمه الامساك او الكوليستيبيشن. طيب يطلع نوع تاني من الطلبه يقول لي يا دكتور انا مش عايز ثلاث كلمات، انا عايز افهم كل حرف جه ازاي. عارف الطالب اللي بيقول انا الطب والطب انا مش همشي الا ما افهم الثلاث كلمات دول جول ازاي. ازاي يا دكتور السلطه بتقلل الجلوكوز والكوليسترول وبتمنع الكوليستيبيشن؟ هقول لك جيت لي في ملعبي. بص يا حماده، السلطه اهميتها او ليه حضرتك بتاكلها؟ علشان السلطه دي لا تهضم. يعني لو انا افترضت ان دي الامعاء بتاعتك وحضرتك كلت النهارده سلطه، الاكسات دي هتنزل عندك في الامعاء ولا تهضم. انت جاي تضربني في معتقداتي يا دكتور؟ انت بتقول لي ان السلطه او الالياف لا تهضم؟ اه يا حبيبي، السلطه اللي انت بتاكلها بتنزل زي ما هي في البروس. دكتور انت بتهزر، امال انا باكلها ليه؟ يعني انت جاي تهزر يا دكتور؟ يعني ازاي السلطه دي هتنزل في البروز وازاي انت بتقولي انها بتقلل الجلوكوز والكوليسترول؟ كلامك دون ميكس، مش ماشي مع بعضه. طب النهارده بتقولي انها ما بتتهضمش وهتنزل في الاستول، نازله كده في الايه؟ في الاستول، في البروز. ازاي هي نازله في الاستول او في البروز وفي نفس الوقت انا هستفيد منها؟ هقول لك يا حبيبي، السلطه دي وهي نازله بتاخد على جدرانها الخارجيه، بيلزق فيها بتأدزورب، بتاخد على جدرانها الخارجيه الدهون والسكر والجلوكوز. يبقى انت النهارده لما تاكل سلطه وفي كوليسترول في الاكل بتاعك، السلطه تاخد الكوليسترول وتاخده وتنزل في البروز، تاخد الجلوكوز وتاخده وتنزل في البروز، فما خليتش الكوليسترول والجلوكوز يطلعوا الدم. تاني، السلطه خدت على جدرانها الجلوكوز والكوليسترول ونزلت في البروز، فما خليتهمش يطلعوا فين؟ في الدم. دي اول معلومه مهمه. طيب المعلومه الثانيه، السلطه النهارده ما بتتهضمش فتفضل تضغط على جدران الامعاء.
جدران الامعاء دي يا دكتور عامله زي هي عضله. عارف لما كنت تنزل الجيم ويقول لك ايه شد على العضله تقفش، اقفش على العضله تشد. بالظبط كده. يعني ايه شد على العضله تقفش؟ لو انت عملت يقول لك انا بعمل استريتشات، لما تعمل استريتش للمصل المصل بتنقبض. عارف استك مطاط؟ يعني عايزك بتذاكر عملي، هات اخوك الصغير وهات استك وقول له يا ماما معلش هذاكر عليه، واديله استك او مطاط وشد كده وسيبه هيرجع بسرعه. كذلك اي عضله هتشدها هترجع بسرعه. ايوه يا دكتور عايز ايه؟ النهارده انا اكلت ودي الامعاء بتاعتي، ماشي الامعاء، او خلينا هنا دي الامعاء بتاعتي، الامعاء بتاعتي فيها سلطه، السلطه بدات تضغط على جدران الامعاء، تقوم الامعاء تسترتش وتنقبض بسرعه فتفضي اللي جواها. النهارده انت لو عندك امساك والامعاء عضلاتها واقفه وكلت سلطه استرتش على الانتستين على الامعاء، فالامعاء انقبضت وفضت اللي جواها. فالنهارده الالياف بتاخد الجلوكوز وتاخد الكوليسترول تضغط على امعاء فتعالج الكونستيبيشن. يبقى انت خلاص فهمت. ابدا يا ابني سوق لنفسك النهارده، اي حد عنده امساك او كونستيبيشن اكتب له سلطه، افتح بيج على الفيسبوك اكتب دكتور فلان الفلاني دفعه 100 و196 معاك شطر الكربوهيدرات لعلاج الامساك بالسلطه. واي عيان يكتب لك كومنت يا دكتور انا عندي امساك، اعمل له انبوكس وابعت له قول له ايه كل سلطه. ليه؟ اصل السلطه يا دكتورنا واشرح له كده، السلطه دي بتعمل استريتش على الامعاء، فالامعاء كونتراكت فتفضي اللي جواها فعليك الايه الامساك. نرجع للطالب حبيب قلبي اللي عايز المعلومه بدون الم. الفايبر بتقلل الجلوكوز، بتقلل الكوليسترول، بتمنع الكونستيبيشن. دكتور انا عايز اخد بريك اخد نفسي، هقوله لك لو قلت لي يعني ايه كربوهيدرات اورجانيك كومباوند فورمد اوف بولي هيدروكسي الدهايد اور كيتو. دكتور اهميتها هي سورس اوف انرجي، ستورج فورم اوف انرجي، بتدخل في السيل ميمبرين عشان تكون ريسبتور تعمل كوميونيكيشن، بتكون الفايبر اللي بتقلل البلاد جلوكوز، تقلل البلاد كوليسترول، وتمنع يا دكتورنا العزيز الكونستيبيشن. احنا واقفين على عنوان اسمه كلاسيفيكيشن اوف كربوهيدرات. ندخل على العنوان اللي بعد كده يا شباب اللي اسمه كلاسيفيكيشن اوف كربوهيدرات. حضرتك عشان تصنف اي حاجه، اي كلاسيفيكيشن، لازم تقول لي اكوردنج لايه. يعني انا ساعدتك عشان اعمل تصنيف، لازم ارد عليك واقول لك انا بصنف تبعا لايه. يعني انا هصنف الناس اللي بيتفرجوا على الفيديو دلوقتي لاولاد وبنات، ولا طوال وقصيرين، ولا مصريين ومش مصريين. حضرتك لازم يكون في اساس للتصنيف. فالكربوهيدرات انا لما هصنفها هصنفها تبعا للنمبر اوف شوجر. يعني ايه كلمه نمبر اوف شوجر؟ يعني المركب ده فيه كم سكر. طب هو كلمه سكر معناها الدهايد او كيتون. تاني، عشان الكلمه تستحق لقب شوجر لازم يا دكتور يكون فيها الدهايد او ايه او كيتون. فانا هصنف تبعا لعدد الاكتف جروب. يعني ايه يا دكتورنا؟ لو فيك اكتف جروب واحده فانت سكر واحد، لو فيك اتنين اكتف جروب فانت سكر ثنائي. دكتور انا لا يعنيني عدد الكربون ولا عدد الهيدروجين ولا عدد اي حاجه، انا يعنيني هو انا فيا كام اكتف جروب، فيا كام الدهايد او كام كيتو. طيب قال لي ما عليك، تعالى ناخدها مع بعض واحده واحده. لو كنت احتوي على اكتف جروب واحده فانا اسمي مونو ساكرايد. هو يعني ايه كلمه ساكرايد يا دكتور؟ يعني سكر في الدهايد او كيتون. فلو المركب بتاعي فيه الدهايد واحده او كيتون واحده فاسمه مونو ساكرايد. الامثله ما تشغلش دماغك بيها عشان هندرسهم واحد واحد، وليكن زي سكر اسمه جلوكوز. طيب لو جبت اتنين مونو ساكرايد مع بعض وربطتهم مع بعض هيديني حاجه اسمها داي ساكرايد. الداي ساكرايد ده 2 شوجر يونت، 2 شوجر يونت. طب لو جبت من 3 ل10 مع بعض اصبح اسمي اوليجو ساكرايد. طب لو اكتر من 10 يا دكتور اصبح اسمي بولي ساكرايد. طبعا اشهر بولي ساكرايد عندي هو الستارش النشا، وداي ساكرايد مثلا زي سكر اسمه الساكروز اللي هو عندك في البيت. لا تعنيني الامثله وخليك معايا واحده واحده. انا هنا بصنف تبعا للاكتف جروب. لو ساعدتك فيك اكتف جروب واحده فانت مونو ساكرايد. يعني ايه اكتف جروب واحده؟ الدهايد واحده او كيتون واحده، لا يعنيني عدد الكربونات. طب لو جبت اتنين مونو ساكرايد وشاركتهم في بعض بقى اسمي داي ساكرايد. طب لو جبت من 3 ل10 مونو ساكرايد بقى اسمي اوليجو ساكرايد.
طب لو جبت اكتر من 10 مونو ساكرايد بقى اسمي يا دكتورنا الغالي يا دكتورنا العزيز بولي ساكرايد. دكتور، مونو ساكرايد يعني سينجل شوجر يونت. اتنين مونو ساكرايد مع بعض بقى اسمي دوي. من 3 ل 10 مونو بقى اسمي اوليجو. اكتر من 10 مونو بقى اسمي بولي ساكرايد. دكتور، احنا الكلاسيفيكيشن موضوعها ايه؟ اقعد احفظها؟ لا يا حبيبي، مفيش سؤال في الامتحان اسمه كلاسيفيكيشن اوف كربوهيدرات. ده يا دكتور خريطه الشابتر بتاعي. يعني انت محتاج تعرف ان في درس اسمه مونو ساكرايد، وده اول درس هندرسه. بعدين تدرس درس اسمه الداي ساكرايد، بعدين الاوليجو، بعدين البولي ساكرايد. دكتورنا العزيز، انا هبدا معاك النهارده المونو ساكرايد اللي هو سنجل شوجر يونت. بس قبل ما ابداها انا محتاج فيها الديفينيشن. خمس دقايق وهنخلص ان شاء الله. هو احنا قلنا ان المونو ساكرايد اتنين منه ابني داي، 3 ل 10 ابني اوليجو، اكتر من 10 ابني بولي. يعني ايه؟ يعني يا دكتور المونو ساكرايد ده اللي هو اللي هبني منه الباقي. فاول كلمه ممكن اقولها، ممكن اقول لك هو ذا سمبلست شوجر، ده ابسط سكر. ذا بيلدينج يونت، يعني ايه بيلدينج يونت؟ هو وحده بناء الكربوهيدرات. دكتور، انا لو كسرت البولي يديني اكتر من 10 مونو، لو كسرت الاوليجو يديني من 3 ل 10 مونو، طب لو كسرت الداي يديني 2 مونو. طب هل المونو ينفع تتكسر؟ طبعا لا، عشان دي ابسط سكر ما ينفعش تتكسر. فتقول لي التعريف الثالث، ذات كانت بي هايدرولايزد، لا يمكن تحللها. يبقى يا دكتور النهارده يعني ايه مونو ساكرايد؟ مونو ساكرايد از ا سامبلست كربوهيدرات، اتس ا بيلدينج يونت اوف كربوهيدرات ذات كانت بي هايدرولايزد. يبقى هي السامبلست كربوهيدرات، هي البيلدينج يونت التي لا تتحلل. الصيغه العامه ليها زيها زي اي كربوهيدرات، سي ان اتش 2 ان او ان. دكتور، مثال الجلوكوز، فاكرين الجلوكوز كان صيغته ايه؟ سي 6 اتش 12 او 6. كان زيه جلاكتوز سي 6 اتش 12 او 6، كان زيه الفركتوز سي 6 اتش 12 او 6، كان زيه المانوز سي 6 اتش 12 او 6. يعني فيهم اختلافات في الرسم اللي هناخده الحصه الجايه. بس انا عايز يا دكتور اوصل معاك لايه؟ ان هم سي 6 اتش 12 او 6. اشهر حاجه هو الجلوكوز والفركتوز اللي اسمهم يا دكتور هكسوز. يبقى اشهر مونو ساكرايد اسمه ايه؟ هكسوز. يعني ايه هكسوز؟ هكسا يا دكتور يعني ستة، ووز يعني سكر، فهم سكرات فيهم ستة كربون. هم فيهم اكتف جروب واحدة بس فيهم ستة كربون. تاني، كلمة مونو ساكرايد ده حاجة يا دكتور فيها سنجل اكتف جروب، تمام؟ فهي بيلدينج يونت اوف كربوهيدرات، هي سمبلست شوجر ذات كانت هيدرولايزد، ما ينفعش احللها. تخضع للصيغة العامة سي ان اتش 2 ان او ان. اشهر سكر في 6 كربون، عشان كده اسمه هكسوز. دكتور، انت المونو ساكرايد قلت لي فيها اكتف جروب واحده بس، المونو ساكرايد ده امثله كتير قوي. فطلع لي واحد شاطر منكم قال لي يا دكتور انا عايز اقسم المونو ساكرايد. قلت له عايز تعمل ايه يا حبيبي؟ قال لي عايز اعمل كلاسيفيكيشن للمونو ساكرايد. المونو ساكرايد كتير فانا عايز اقسمه. قلت له يا حماده هتقسمهم تبعا ليه؟ قال لي يا دكتور انا هقسم المونو ساكرايد تبعا للاكتف جروب. قلت له يعني ايه يا صاحبي؟ قال لي يا دكتورنا مش انت عارف ان المونو ساكرايد يا اما فيها سنجل الدهايد يا اما سنجل كيتون؟ مش هي فيها اكتف جروب واحده؟ قد تكون الدهايد وقد تكون كيتون، صح كده؟ قال لي والله لو فيها الدهايد هسميها الدوز، طب ولو فيها كيتون هسميها كيتوز. تاني، النهارده يا دكتور لو المونو ساكرايد دي فيها الدهايد هسميها الدوز، الد عشان فيها الدهايد ووز عشان سكر. طب لو فيها كيتون هسميها كيتوز، كيت عشان فيها كيتون ووز عشان سكر. يبقى النهارده المونو ساكرايد بتتقسم لمجموعتين، لو فيها الدهايد هسميها الدوز، لو فيها كيتون هسميها كيتوز. انا هنا عارف انها اكتف جروب واحده، انا بصنف تبعا لنوعها.
واضح كده؟ قال لك مين الألدوز؟ اديني مثال، مثال للألدوز. قال لك في سكر يا ولاد هناخده الحصه الجايه الرسم بتاعه اسمه جليسرالدهايد. واضح قوي من اسمه حتى ان هو الدهايد، ده عباره عن جليسرول وفي الدهايد جروب. جليسرول اللي انتوا خدته في ثانوي عام. طب الكيتوز حاجه اسمها داي هيدروكسي اسيتون. داي هيدروكسي اسيتون لو انتوا فاكرين من ثانويه عامه كان في حاجه اسمها اسيتون يا ولاد، كانت الصيغه بتاعتها CH3 CO CH3، كان بيقول لك بازيل بيض الله الاظافر. الاسيتون ده لو حطيت عليه او اتش وكمان او اتش اسيتون، حطيت عليه داي او اتش داي هيدروكسي 2 او اتش بقى اسمه داي هيدروكسي اسيتون. بالاحمر اسيتون وحطيت عليه 2 او اتش بقى اسمه داي هيدروكسي اسيتون. ما يهمنيش الرسم، المهم يبقى المونو ساكرايد هو السمبلست شوجر، هو البيلدينج يونت ما تتحللش. قلت لي يا دكتور بقسم المونو ساكرايد تبعا للاكتيف جروب، لو كان فيها الدهايد هسميها الدوز، لو فيها كيتون هسميها ايه؟ كيتوس. جه واحد تاني قال لي يا دكتور انا هعمل تقسيمه تانية. قلت له ايه هي يا حماده؟ قال لي انا ماليش دعوه بالاكتيف جروب الدهايد ولا كيتو. قلت له امال هتقسم تبعا ليه؟ قال لي احنا مش عارفين ان فيها اكتيف جروب واحده، بس احنا مش عارفين فيها كام كربونه، انا هقسم تبعا للنمبر اوف كاربون. حبايبي انا فيا اكتيف جروب واحده انما فيا كام كربونه معرفش، فيا الدهايد او كيتون واحده انما مش عارف فيا كام كربون. قال لو كان المونو ساكرايد فيه 3 كربونات هسميه ترايوز، مش 3 يعني تراي ودي يعني سكر. طب لو فيه 4 هسميه تتروز. طب لو فيه 5 هسميه بنتوز. طب لو فيه 6 هسميه هكسوز. انا بحط الرقم وبعديه كلمه اوز. دكتور يعني ايه مونو ساكرايد؟ قال لك اتس بيلدينج يونت في كربوهيدرات سمبل شوجرز ذات كانت بي هيدرولايزد. قال لي سعادتك بقسمهم تبعا للاكتيف جروب او النمبر اوف كربون، تعالى نعمل التقسيمتين في جدول واحد. قال لي يا دكتور حضرتك النهارده هتقسم لي تبعا للاكتيف جروب، لو السكر فيه الدهايد هسميه الدوز، طب لو فيه كيتون هسميه كيتوز. واضح كده؟ يبقى لو فيه الدهايد هسميه الدوز، لو فيه كيتون هسميه كيتوز. طيب لو فيه 3 كربونات هسميه ترايوز، لو فيه 4 تتروس، لو في 5 بنتو، لو في 6 هكسو، لو في 7 هبتوس. طيب دكتور مين اللي فيه الدهايد وثلاث كربونات؟ لسه قايلينه حالا الجليسرالدهايد. يا ابني ده اسمه جليسرا يعني 3 والدهايد. طب مين اللي فيه 3 وكيتون؟ لسه قايلينه الداي هيدروكسي اسيتون. مين اللي فيه 6 والدهايد؟ انت عارفه يا دكتور الجلوكوز والجالاكتوز والمنوس. طب مين اللي فيه 6 وكيتون؟ الفركتوز. يبقى اهم حاجه تحفظها لي في الجدول اللي فيه 3 والدهايد الجليسرالدهايد، اللي فيه 3 وكيتون الداي هيدروكسي اسيتون، اللي فيه 6 والدهايد الجلوكوز والجالاكتوز والمنوس، اللي فيه 6 وكيتون الفركتوز. طب يا دكتور الباقي هقول لك تحفظه ازاي. اللي فيه 4 اسمه إريثروز، 4 وكيتون إريثريولوز، اللي فيه 5 رايبوس، هنا رايبيولوز، هبتوس، هنا هبتيولوز. عايز تقول لي يا دكتور ان الكلمات اللي اخرها يولوز يولوز كيتون. تاني اللي فيه 3 والدهايد جليسرالدهايد، 3 وكيتون داي هيدروكس اسيتون، 6 والدهايد جلوكوز وجلاكتوز ومنوز، 6 وكيتون الفركتوز. طب الباقي هميزهم ازاي في الاختر؟ بكلمه يولوز، يعني إريثروز إريثريولوز، زيلوز زيليولوز، رايبوس رايبيولوز، هبتوز هبتيولوز. يعني اي كلمه اخرها يولوز فهي كيتون. بس في 2 كيتون ما فيهمش يولوز اللي هو الداي هيدروكسي والفركتوز، عشان كده طلبت منك تحفظهم. يبقى اي كلمه اخرها يولوز زائد الداي هيدروكسي والفركتوز هم دول كيتون والباقي كله الدهايد. تاني اي كلمه اخرها يولوز زائد الداي هيدروكسي والفركتوز، اي كلمه اخرها يولوز زائد الداي هيدروكسي والفركتوز هم دول الكيتون الباقي كله يا دكتور الدهايد. يبقى بيني وبينك كده بقول لك ان المقطع يولوز في اخر اي كلمه تعني كيتوس.
يبقى هيجي لي ازاي اسئله في الصفحه دي من اول الكلاسيفيكيشن كله للفه، بس تعرف ديفينيشن اوف مونوساكرايد والجدول ده هيجي لك مين يا دكتور السداسي، مين الثلاثي، مين اللي فيه كيتو، مين اللي فيه الدهايد. حضرتك كده كفايه، مش هنطول عشان حضرتك تلحق تذاكر وتاخد ويك اند سعيد، تبدا معايا من اول الاسبوع اللي جاي بصحه وقوه ان شاء الله رب العالمين. تعالوا نقرا مع بعض حصتنا النهارده من المذكره، وافتح المذكره. فتحنا مع بعض يا شباب المذكره، اكتب لي كده صفحه واحد، بسم الله الرحمن الرحيم يا رب اذاكر، اكتب كده واكتب يا رب اذاكر عشان خاطر تذاكر وتنتبه. بدانا اول عنوان عندنا الديفينيشن، اكتب لي جنبه سؤال بيجيب درجه. قلنا اورجانيك كومباوند، كومباوند يعني مركب، اورجانيك يعني عضوي، فورميد اوف بيتكون من بولي هيدروكسي، العديد من الهيدروكسي الدهايد او كيتون، العديد من الهيدروكسي الدهايد او كيتون، ديريفاتيف، كلمه ديريفاتيف يعني مشتقات، ديريفاتيف يعني مشتقات، تمام. يبقى هي فيها الدهايد او كيتون يا دكتور وهيدروكسي كتير. قال لي ممكن نقول الجنرال فورمولا بتاعتها CnH2NON، يعني هيدريت وكربون، كربون وايه ميه. سؤال السورس جنبه سمايل فيس، ما تحفظوش، بيقول لك كربوهيدرات موجوده في البريد، في العيش، في البين، في الفول، في الميلك، في اللبن، البوتيتو، البطاطا، الكوكيز، الاسباجيتي، السوفت درينكس وهكذا. طيب قال لي ما عليك، تعالى ناخد البيولوجيكال امبورتنس، اهميتها اربعه. قال رقم واحد هي موست اباندنت. يعني ايه موست اباندنت؟ موست يعني اكثر اباندنت يعني شيوعا، هي اكثر حاجه منتشره، تمام. هي بتديني دايتري كالوري، كالوري يعني طاقه، ودايتري او يعني كالوريز يعني، ودايتري يعني اكل. رقم اثنين ستورج فورم اوف انرجي، هي مخزون الطاقه، بتدخل في السيل ميمبرين، في غشاء الخليه، عشان تعمل انترا سيلر كوميونيكيشن، اتصال بين الخليه زي ريسبتور. كربوهيدرات بتكون فايبر، فايبر يعني الياف، بتقلل الجلوكوز، الكوليسترول، بريفنت، تمنع كونستيبيشن، امساك. الكلاسيفيكيشن اكتب جنبها بايدك تبعا لعدد المجموعات الوظيفيه، تبع للنمبر اوف شوجر. لو فيا سنجل فانا مونو ساكرايد زي الجلوكوز، لو فيا 2 شوجر يونت فانا داي ساكرايد زي السكروز، لو من 3 ل 10 انا اوليجو، اكتر من 10 يا دكتور اسمي ايه؟ اسمي بولي. جنب الاوليجو كاتب لك سمول مالتيمر، يعني يتكرر عدد مرات قليل. جنب الثانيه لارج مالتيمر، بيتكرر عدد مرات كثيره. قال لك المقطع اوس في اخر اي كلمه تعني سكر. طيب دكتور مونو ساكرايد، قال لك هي البيلدينج يونت، وحده البناء، كربوهيدرات، هي السمبلست شوجر، ابسط سكر، كانت هيدرولايز، لا يمكن تحللها. الصيغه العامه CH2/N، قال لك اشهر حاجه فيها الهكسوز اللي فيها 6 كربونات زي الجلوكوز والجلاكتوز والفركتوز. طيب تبعا للالدهايد او الكيتون، او تبعا للاكتيف جروب، يا اما الدوز ده فيه الدهايد زي الجليسرالدهايد، يا اما كيتوز ده فيه كيتون زي الداي هيدروكسي اسيتون. وقال لك كلمه كيتون، بص كده في المستطيل، كاتب لك في المستطيل كيتون كان بي انديكيتد، ممكن اتعرف عليها باي ذا سافكس يولوز، بالمقطع يولوز، اي كلمه اخرها يولوز فهي كيتون. طيب لو هقسم تبعا للنمبر اوف كاربون، لو فيها 3 تريوز، فيها 4 تتروز، فيها 5 بنتوز، فيها 6 هيكسوز وهكذا. الجدول بتاعي يا دكتور الدوز كيتوز او نمبر اوف كاربون. قال لك يا دكتور الجليسرالدهايد ده الدوز وفيه 3، الداي هيدروكسيسيتون ده كيتوز وفيه 3. طيب بص على الهكسوز، جلوكوز وجلاكتوز ومنوس، بص الناحيه الثانيه هتلاقي فركتوز. طيب الباقي هتلاقي كلمه يولوز، اريثريولوز، رايبيولوز، زايليولوز، هيبتيولوز. كتب لك يا دكتور كل المونوساكرايد بحط قبلها حرف دي، وده بدايتنا الحصة الجاية هنفهم يعني كلمة حرف دي. مع السلامة.